الحمد لله، الحمد لله الذي فتح لعباده باب التوبة والرجاء والأمل والقبول واسعا، وقال سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: أعطاني ربي لهذه الأمة أمانين، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فنحن في شهر كريم وجمعة طيبة مباركة وساعة من ساعات الإجابة، فرمضان شهر العتق من النار، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل عتقاء من النار عند كل فطر. ويقول صلى الله عليه وسلم: لله عز وجل عتقاء من النار، وذلك كل ليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة. هذه الدعوة فوق عتقه من النار، فكل عبد يعتق من النار له مع عتقه دعوة أخرى مستجابة، نسأل الله أن نكون منهم. وفي سنن البيهقي أنهم في كل ليلة عند كل فطر من أيام رمضان 60,000، فإذا كان يوم العيد وهو يوم الجائزة أعتق الله عز وجل فيه مثل ما أعتق في سائر الشهر، أي عن كل يوم 60,000، أي 30 مرة. هذا فضل واسع من الله. فإذا أردت أن تكون من هؤلاء، وقد ذكرنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن بعض الصالحين كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، وها قد أنعم الله علينا حاضرين ومشاهدين ومستمعين وشاهدين، من علينا بأن بلغنا رمضان، فماذا نحن فاعلون فيه حتى نحقق العتق من النار؟ ذكر العلماء استنباطا من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا من فعلها كان من العتقاء وحرم الله جسده على النار، منها حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد، لن يلج النار، لن يدخلها أصلا، لن يلج النار أحد
صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي واظب على صلاتي الفجر والعصر. ومنها قول نبينا صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ومنها هؤلاء الأبطال المرابطون على الحدود والصغور، يحمون بلادهم ويزودون عن أوطانهم، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: قدم عبد تغبرت في سبيل الله حرمهما على النار. قدم عبد، أي من وقف حاميا بلاده مدافعا عنها مرابطا في سبيلها، عينان لا تمسهم النار وقدمان لا تمسهم النار. عين باتت بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، وقدم عبد تغبرت في سبيل الله. ومنها إطعام الطعام في هذا الشهر الكريم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أطعموا الطعام، أطعموا الطعام، وأفسوا السلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. نسأل الله أن نكون منهم. فتح الله باب الرحمة والرجاء واسعا، حتى أن أربع كلمات فقط إذا واظبت عليها حين تصبح وحين تمسي كنت من العتقاء وممن حرم الله أجسادهم على النار. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كلمات من قالها أربع مرات حين يصبح وحين يمسي حرم الله جسده على النار. هي: اللهم إني أصبحت أو أمسيت. في الصباح تقول اللهم إني أصبحت، وفي المساء تقول اللهم إني أمسيت. اللهم إني أصبحت أو أمسيت، أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك والناس أجمعين، وأشهد من في السماء ومن في الأرض أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. بل أبعد من هذا، من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه حرم الله جسده على النار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر، فقام عنا نبينا صلى الله عليه وسلم فغاب عنا، فخشينا أن يكون قد اقتطع دوننا أو أصابه مكروه، فانطلقنا نبحث عنه، فكنت أول من انطلقت لأبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت حائطا لبني النجار فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، قمت عنا فطالت غيبتك فانقطعت عنا، فخشينا أن تكون قد اقتطعت دوننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، خذ نعلي هاتين. لماذا؟ كعلامة، كأنك يقول خذ عمامتي أو خذ كذا، كدلالة على أنك لقيتني. خذ نعلي هاتين ليعلم الناس أنك قد لقيتني وأنك تبلغ عني حقا. خذ نعلي هاتين فبلغ من لقيت خلف هذا الحائط أنه من لقي الله
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أن الله حرم جسده على النار. وعن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أركب خلفه على دابة، فقال: يا معاذ، فقلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقتا، ثم قال: يا معاذ، فقلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم سكت صلى الله عليه وسلم برهة، ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: يا معاذ، إن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من مات لم يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، دعهم لئلا يتكلوا. فلما حضرت سيدنا معاذ الوفاة حدث بهذا الحديث تأسما أن يكتم شيئا سمعه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموقف الثالث والأخير في خطبتنا الأولى مع سيدنا عتبان ابن مالك. وانظر إلى سماحة الإسلام ويسر الإسلام وعظمة الإسلام وعظمة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. يقول سيدنا عتبان: كنت أصلي بقومي من بني سالم إماما، وكان إذا نزل المطر سال الوادي، فشق علي أن أعبر الوادي إلى مسجدهم. فقلت: يا رسول الله، إني أصلي بقومي من بني سالم، فإذا نزل المطر وسال الوادي شق علي اجتيازه، وقد أنكرت بصري، أي ضعف بصري، فلو أتيت بيتي. انظر إلى الصحابي الجليل يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو أتيت بيتي فصليت لي فيه في مكان أتخذه مصلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غدا نأتيك إن شاء الله. يقول: فلما كانت الغداة قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه سيدنا أبو بكر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبأدب النبوة استأذن سيدنا رسول الله. يقول: فأذنت له فدخل بيتي، وقبل أن يجلس قال: يا عتبان، أين تحب أن أصلي لك؟ يا عتبان، أين تحب أن أصلي لك؟ فأشرت إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فكبر صلى الله عليه وسلم، فكبرنا ثم صلى، فصلينا بصلاته، ثم حبسته على طعام، أي استضفته على طعام، فعلم القوم بذلك فتوافدوا. فقال أحدهم، أحد من توافدوا من القوم: أين مالك لا أراه؟ مالك والد عتبان مضيف النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: كان ينبغي أن يكون والد صاحب البيت في مقدمة مستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحد القوم: أين مالك لا أراه؟ فرد عليه آخر وقال: هذا منافق لا يحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، لا تقل ذلك،
ألست تراه؟ قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقالوا، فقال الرجل: الله ورسوله أعلم، أما نحن فلا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول: لا تقل فيه هذا حتى لو كان كذلك، فأمر القلوب إلى الله وحده. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الرجل: الله ورسوله أعلم، أما نحن فلا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه حرم الله جسده على النار. نسأل الله أن نكون منهم. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. فتح الله باب الرحمة واسعا، وباب القبول واسعا، فمن واظب على الصلوات في أوقاتها وصلى الفجر والعصر وواظب على سائر الصلوات لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ولن تلج النار قدم رابطت في سبيل الله حمت أوطانها وديارها، ولن تلج النار عين بكت من خشية الله، ولن تلج النار عين باتت تحرس في سبيل الله، ولن يلج النار إنسان كريم الأخلاق سهل هين لين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان هينا لينا قريبا فقد حرم الله جسده على النار. من كان هينا لينا قريبا فقد حرمه الله على النار. فالمؤمن سهل هين لين يألف ويؤلف، ليس بفظ ولا غليظ ولا جحام ولا متفحش. ويقول صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومتقاضيا. ودخل رجل الجنة ليس له من عمل إلا أنه كان تاجرا غنيا موسرا، فإذا جاء غلمانه وقالوا له: إن فلانا قد أصابه الإعصار وأصابته فاقة، قالوا: يسروا عليه، يسروا، أسقطوا ما عليه، تجاوزوا عن دينه، لعل الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة. فقال رب العزة: أنا أولى بذلك من عبدي. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه حتى يقضيها كان الله في حاجته، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن أدخل السرور على إنسان كان حقا على الله عز وجل أن يرضيه يوم القيامة. أيها الناس أطعموا الطعام، أطعموا الطعام، هذا شهر إطعام الطعام، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام، هذا شهر البر والصلة، وصلوا بالليل والناس نيام، هذا شهر القيام، تدخلوا الجنة بسلام وتكونوا فيه من العتقاء بإذن الله. ثم إن علينا أن نحسن الظن بالله وأن نحسن الثقة في الله
وألا نيأس الناس من رحمة الله، فاليأس والتيئيس والإحباط والتحبيط من الكبائر. فقد أخرج الحاكم في مستدركه، أخرج الحاكم في مستدركه على شرط الإمام مسلم عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: يصاح يوم القيامة برجل من أمتي فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يأتي رب العزة فيعرفه ذنوبه ويسأله: أتنكر من هذا شيء؟ أتنكر من هذا شيء؟ يقول: لا. أظلمك كتبت الحافظون؟ يقول: لا. ألك عذر؟ يقول: لا. ألك حسنة؟ يبهت الرجل من الموقف فيقول: لا. فتخرج له بطاقة صغيرة بيضاء، فيقول الرجل: وما عسى أن تصنع هذه البطاقة الصغيرة مع كل هذه السجلات. فتوضع البطاقة في كفة، والسجلات 99 سجلا في كفة، فتسقل البطاقة وتطيش السجلات، ولا يسقل مع اسم الله شيء. إنها أي بطاقة تعلمون هذه؟ إنها بطاقة لا إله إلا الله محمد رسول الله. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه ولقي الله لا يشرك به شيئا حرم الله جسده على النار. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني واجوتني، يا ابن آدم إنك ما دعوتني واجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك ما استغفرتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو جئتني بقهاب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا للقيتك بمثلها مغفرة. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا هو شهر الرحمة، وشهر المغفرة، وشهر العتق من النار، فأحسنوا عرض أنفسكم فيه على الله، فإن الله أجل وأعظم وأكرم من أن تعرض نفسك عليه 150 مرة في 150 صلاة، ثم عند كل إفطار تقف على بابه وتقول: اللهم هذا أوان العتق من النار، فاجعلني من المعتقين، فيردك خائبا أبدا وهو أكرم الأكرمين. نسأل الله أن نكون منهم. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار، وممن حرمت أجسادهم على النار. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا
وركوعنا وسجودنا، واجعلنا في هذا الشهر الكريم بفضلك وكرمك من المقبولين ومن عتقائك من النار. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتبك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأصرت به في علم الغيب عندك، وبأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، أن تجعلنا في ساعتنا هذه من العتقاء المقبولين، وألا تردنا خائبين، واجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء أخاء وسائر بلاد العالمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.